الآن وقبل 20 ديسمبر تحصي مديريات التربية المناصب الشاغرة التي تشمل العطل المرضية الطويلة، عطلة الأمومة، الترقية، الاستقالة، التقاعد، العزل، الاستداع والانتداب وغيرها من الحالات التي تجعل منصبها شاغراً، وهذا بغية ملأ مناصبهم بالأسماء الموجودة في القائمة الاحتياطية لسنتي 2017-2018. وزارة التربية يكون لديها المخطط يعني الواضح والدقيق فيما يخص المناصب الشاغرة، وتتمكن بعدها مديريات التربية يعني التوظيف أو الاستخلاف أو استعمال القوائم الاحتياطية لتسديد العجز، وتتمكن بعد ذلك من تسديد أجورهم يعني في وضعية طبيعية ومريحة. هذا الهدف الأساسي، الهدف الأساسي هو القضاء على العجز، والقضاء على العجز بطريقة قانونية ومدروسة لا تطرح إشكاليات بعد ذلك. هذه العملية ستكون في عطلة الشتاء لهذه السنة الدراسية، على أن يتم توظيف الاحتياطيين مباشرة عند بداية الفصل الثاني، لكن متى يخضع هؤلاء لتكوين تحضيري؟ تكوين أسباب المشاكل. هذا أستاذ جايبون ذوك الآن بعد ما كمل، وذوك راهو كان في الشارع الآن، كنقولوا في الشارع يعني بين قوسين في الشارع، والآن يلقى روحهم قابل 40 تلميذ، ما تكون ما تربص ما درس ما حضر دروس، مول مباشرة ندوه إلى 40 تلميذ ونقولوا له هام 40 تلميذ قريهم، وكارثة. مفتشين يجيه في زيارة، يجيه زيارة ويجيه زيارتين، وينادي له مرة في 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 الشهر ولا مرة في شهرين، ينادي له في 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 فترة تكوينية يعني مدة تكوينية تاع 4 ساعات. واش راح يتكون هذا الأستاذ؟ واش راح يتكون هذا الأستاذ؟ ويجيك من بعد المفتش يقول لك هذا الأستاذ غير متكون وغير ما كذا. هذا ما هو ذنب الأستاذ، ما هو ذنب المفتش، ما يعني نقول ونزيد نكرر، مراكز التكوين لازم تعاود تفتح، المراكز تقول صدر لي زاكس يوتيو لازم يعاودوا يفتحوا. هي فرصة انتظرها الآلاف المتواجدين في القائمة الاحتياطية منذ سنة 2017 بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي، و2018 بالنسبة للطور الابتدائي، لكن مشكل تكوينهم قبل تسليمهم قسما بيداغوجيا تربويا يبقى قائما.